يا هلا وسهلا أبو سعيد، نبارك لكم هالمشاركة، ما شاء الله تبارك الرحمن، مشاركة طيبة. الله يسلمك. كيف شفت الحلال؟ والله الحلال طيب والمشاركة قوية. أنت راعي نظر. صحيح. شفت منقيتك وعززت وما شاء الله. نعم. لا بالله. تتوقع أي مركز؟ والله التوفيق على الله، حنا شاركين ونموفق ونبارك رب العالمين. أبو سعيد، تعزيزاتك للمنقية كم بلغت؟ والله أنا كنت مشارك في 30 العام. نعم. ولحقت 20. أسواق الإبل في هالفترة من العام إلى السنة هذه كيف شفتها؟ في ازدياد ولا؟ لا بالله غير في ازدياد، العام فيها لكن ذي الزمان يعني حرق ما فيه، لا اللي قبلنا ولا اللي بعدنا. أنتم يا أهل المجاهيل ما شاء الله تبارك الرحمن، شوطكم هالسنة ناري مرة. نعم صحيح. لا بالله غير صحيح. نعم، العالم مجتهده والتوفيق على الله، وهذه جائزة الملك عبد العزيز، كل يفتخر فيها وكل بيسوقها، ما فيه ولا حد محضر فاضي، ما حد محضر الا مليان. حضوركم في السعودية بلدكم الثاني ان الشرف. الله يشرف مقدارك، وهذا بلدكم الثاني. اليوم مهرجان الملك عبد العزيز، هل اثر على اقتصاد الابل في الخليج عامة؟ اللي رفع المعنويات والعالم استانسوا وباعوا وانبسطوا، واللي جاي واللي مشارك شارك واستانس وانبسط، واللي جاي بيبيع باع وانبسط واستانس وروح لهله مبسوط. الحمد لله رب العالمين، احنا في نعمه، الله لا يغير علينا. كيف شفت التنظيم وكيف شفت التنظيم؟ لا يعلى عليه، شغل عدل، ترتيبات، والله يعزه بالطاعه، والله يبيض الله وجوه المنظمين، والله يطول عمر شيوخنا ورانا اقول، ويطول عمر بين حفلين، بيض الله وجهه على التنظيم وعلى الترتيب العدل، ويجزاهم الله خير اللجان على التنظيم. فالك التوفيق ابو سعيد، فالنا وفالك، وموفق ان شاء الله. فالنا وفالك.